أهلا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام. نرصد في هذه الحلقة أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ونبدأ بأهم العناوين. في موقع عربي 21، تواصل الاحتجاجات في بابل بالعراق ومطالبات بقالة المحافظ. ونقرأ في المدى، 5 محافظات تريد استبدال المحافظين وقوات الأمن تستخدم العنف لإنهاء الاحتجاجات. نطالع في العربي الجديد، روحاني يندد بالأنشطة المخلة بأمن العراق ويطالب بأموال إيران المجمدة. في الشرق الأوسط، قناة فيينا، تفاهمات سرية أمريكية روسية حول سوريا. وفي العرب اللندنية، الاحتجاجات تتواصل في لبنان، حسان دياب يهدد بالاعتكاف إذا لم تتشكل الحكومة. وعنونت الخليج الإماراتية، رئيس الوزراء التونسي يرد على سعيد، استقالتي غير مطروحة. ومن القدس العربي نقرأ، التحالف العربي يدمر 5 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون. سلطت مجلة نيوزويك الأمريكية الضوء على الانتقادات التي وجهت للبنتاغون لتراجعه عن استخدام عبارة الميليشيات المدعومة إيرانيا لمصلحة الميليشيات المدعومة شيعيا. المجلة ذكرت أن هذه العبارة الجديدة جاءت على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي في أثناء موجز صحفي عقده الأربعاء الماضي لتصنيف الميليشيات التي تعدها الولايات المتحدة مسؤولة عن الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق مؤخرا. المجلة أشارت إلى أن هذه العبارة غير العادية جذبت اهتمام الصحفيين، وسأل أحدهم المتحدث باسم البنتاغون عما إذا كان يقصد الميليشيات المدعومة إيرانيا، لكن كيربي قاطعه بالقول: أقصد الميليشيات المدعومة شيعيا. وكانت التصريحات السابقة بما في ذلك تأكيد البنتاغون على الضربات الجوية في سوريا الشهر الماضي قد أشارت إلى هذه الجماعات على أنها ميليشيات تدعمها إيران. وتضيف المجلة أن بعض المراقبين اعترضوا على تصريحات كيربي وأشاروا التي قد تشير إلى محور سياسي من إدارة بايدن، مؤكدين أنها ألمحت إلى العودة إلى سخافات استراتيجية الرئيس الأسبق باراك أوباما تجاه إيران. وترى المجلة أن كلمات كيربي قد تكون محاولة لتخفيف الرد الأمريكي وتجنب المزيد من التصعيد، ولكنها قد تكون أيضا انعكاسا لحقيقة أن التحقيق لم يحدد بعد بالضبط المجموعة المسؤولة عن هجوم قاعدة عين الأسد. وتلفت المجلة إلى أن الضربات الجوية في سوريا كانت لردع المزيد من الهجمات ضد الأهداف الأمريكية، لكن الميليشيات المدعومة من إيران استمرت في التحريض في العراق. وترى المجلة أن بايدن يتلاعب بهذه الإجراءات المتبادلة مع أمله في إحياء الاتفاق النووي مع إيران وتجنب التصعيد العسكري في المنطقة. وذكرت نيوزويك أن بعض المراقبين المختصين بشؤون إيران رجحوا أن هذه العبارة الجديدة تمثل تغيراً في سياسات إدارة الرئيس جو بايدن، في حين انتقد بعض الخبراء هذه العبارة واصفين إياها بأنها غريبة وتعكس محاولة للتستر على دور إيران في الهجمات على القوات الأمريكية في العراق. في أحدث تصريح لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، قال إن استخدام الأراضي العراقية لتوجيه رسائل سياسية مسموح فقط عندما يكون من خلال القنوات الدبلوماسية والأساليب السياسية، أما أن تكون الرسائل صاروخية أو إرهابية فذلك ما لم نسمح به بحسب قول الكاظمي. هنا إبراهيم الزبيدي علق قائلا في ميدل إيست أونلاين إن هذا كلام جميل وقد يكون صادقا فيه، ولكن الواقع المر يقول غير ذلك.
من الصعوبة الاعتداد بأحاديث الكاظم عن السيادة الوطنية وعن رغبته في استعادة هيبة الدولة وتقييد حركة الدولة العميقة ومحاربة الفساد والكشف عن قتلة المتظاهرين وإعادة الأمن والاستقرار ومعالجة العجز المالي الكبير الذي يقرب الدولة من حالة الإفلاس. لقد اعتبر بعض الكتاب والمحللين المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الجديد جو بايدن مع رئيس الوزراء العراقي في عقاب الصواريخ الأمريكية على المواقع الإيرانية في سوريا ورقة دعم كبير في معركته المفترضة مع الميليشيات. وهنا ينبغي التذكير بأن الدعم الكبير السياسي والاقتصادي غير المحدود الذي غمره به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم يكن كافيا لاستنهاض همته ولم يدفعه إلى خوض معركة كسر عظم مع صواريخ المجاهدين التي لم تتوقف عن استهداف المنطقة الخضراء ذاتها. وبالتالي فإن أي دعم يقدمه له الرئيس الجديد جو بايدن غير مرفوق بالقوة العسكرية الضاربة لن ينفع في معركة الكاظمي ضد الميليشيات. فالمعركة التي يراد لها أن تعيد الدولة العراقية إلى أهلها سالمة وبصحتها كاملة لابد لها من قطع دابر الوجود الإيراني الاحتلالي أولاً وقبل أي وجود آخر غيره لكي يصبح في الإمكان اجتثاث بسهولة ودون عناء. وأضاف الكاتب أن الكاظمية في حاجة ملحة جداً إلى طائرات ودبابات وصواريخ عابرة للقارات وجحافل من الجنود المدربين على حروب الشوارع ليتمكن من قلب الطاولة على رؤوس أصحابها. فعدوه عدو الشعب العراقي المدجج بالكواتم والمفخخات والمتفجرات والمدافع والصواريخ لم يخف من كلام ترامب أمسي، ولن يخاف اليوم أيضا من كلام خلفه بايدن. إنه يخاف فقط من العصا الغليظة التي تضرب ولا تتكلم. نشرت صحيفة القدس العربي أن الحكومة في العراق أولت زيارة باب الفاتيكان اهتماما ملحوظا ووفرت لها تحضيرات أمنية وصحية وخدمية كبيرة لاستثمارها في تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية، وأبرزها محاولة تحسين صورة الدولة الفاشلة الغارقة في المحاصصة الطائفية والفساد وتغول الميليشيات. وأضافت هذه الصحيفة في تقرير لها أن الحكومة حاولت أيضاً استثمار زيارة للحصول على دعم دولي لتخفيف ضائقتها المالية أكثر من الاهتمام بتغيير واقع المسيحيين المتردي في العراق. لأن الواقع المتدهور للعراق عموماً والمسيحيين فيه خصوصاً لا يقبل المجاملة، انتقد البابا خلال كلمته في القصر الرئاسي ببغداد ساسة العراق عندما دعاهم للتصدي لآفة الفساد واستغلال السلطة، مطالبا إياهم بالتخلي عن منافعهم وضرورة صمت السلاح. وكان لافتا تجمع حشود شعبية كبيرة على طريق مطار بغداد والأماكن التي زارها، مما أثار تساؤلات عما يريده العراقيون من البابا، حيث بدا وكأنهم يبحثون عن أي بصيص أمل لمواجهة واقعهم المزري. إن أكثر الذين راهنوا على زيارة البابا هم مسيحيو العراق، حيث أعلن نواب مسيحيون أنهم سيستغلون زيارة البابا ليكشفوا له الواقع المأساوي الذي يعيش فيه المكون منذ 2003. وكان بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو حذر من تحركات الميليشيات لتغيير ديموغرافية مناطق مسيحية في محافظة نينوى عبر الاستيلاء عليها وتهجير سكانها. ومن مفارقات وتناقض سلوك القوى السياسية العراقية أنها رحبت بزيارة البابا تحت شعار التسامح وحقوق المكونات، ولكن البرلمان أقر قبل يوم من الزيارة قانون المحكمة الاتحادية الذي ثبت المحاصصة الطائفية عبر إشراك رجال الدين في كيان المحكمة لكي تتمكن أحزاب الإسلام السياسي من التحكم بقرارات الدولة وتحولها إلى دولة دينية في استنساخ للتجربة الإيرانية. أضافت الصحيفة أن زيارة باب الفاتيكان تبقى في حدود الرمزية التاريخية،
وهي محاولة لرفع معنويات المسيحيين في العراق والمنطقة من دون توقع حصول تغيير ملموس في واقعهم المزري، لأن كل العراقيين يعيشون في كارثة مروعة منذ عام 2003 مع الإقرار بأن واقع المسيحيين هو في أسوأ حالات في تاريخ العراق الحديث. زيارة البابا فرانسيس إلى العراق كانت تاريخية من دون أدنى شك، ولكن عند هذه النقطة يجب أن تنحى العواطف والمثاليات جانباً ليبدأ الكلام الواقعي. وما أقبح الواقع في بلادنا؟ إياد أبو شقرة قال في صحيفة الشرق الأوسط إن كلام البابا أمام ممثلي المكونات في مدينة أور كان طيباً كما النيات، ولكن خلف هذا المشهد النقي حقائق بشعة وتراكمات سوداً ومستقبلاً غامضاً. البابا التقى بأشخاص وتنظيمات مسلحة تجيد لغة مختلفة تماما، وفي بعض حالات العبثية المغلفة بشطارة العلاقات العامة جرى التعريف عنها بأنها أسهمت بحماية المسيحيين. العراق البلد الذي حباه الله بثروات طبيعية وإنسانية هائلة يترنح راهنا على هوية الدول الفاشلة، وبالطبع حال كل من سوريا ولبنان وما تبقى من فلسطين لا يقل سوءا إن لم يكن أسوأ. أما الحل المأمول الذي يمكن أن يحمله البابا إلى العالم بأسره فهو التأكيد على أن إنقاذ المشرق العربي يحتاج إلى ترسيخ مفهوم الدولة. هذا الأمر متعذر الآن لسبب جوهري، هو أن قوى الأمر الواقع المهيمنة على العراق والمتسلطة على سوريا والمتحكمة بلبنان لديها تعريفها الخاص للدولة، وهي عملت وتعمل بلا كلل على استنساخه في كل مكان سقط بأيدي ميليشياتها الطائفية. هذا التعريف يقوم على تجربة الحرس الثوري الإيراني، وهكذا عممت تجربة الحرس الثوري في لبنان عبر حزب الله، ثم العراق عبر الحشد الشعبي، واليمن عبر الحوثيين، وأخيرا في سوريا. وما كان إضعاف الدولة لمصلحة الحرس بحاجة إلى شعار براق مثل حماية الثورة ثم تصدير الثورة وتحرير فلسطين، طبق المنطق نفسه في العراق ولبنان وسوريا واليمن. وأضاف الكاتب زيارة البابا فرانسيس مهمة، لكن الأهم ألا تأتي بمفعول معاكس. وصحيح أن المشرق العربي بحاجة إلى السلام والتآخي والتنوع والتعايش، لكن الأقليات لا تحمى بسلاح الميليشيات وإنما بشرعية الدولة. أصبحت مدينة الناصرية بالنسبة للعراقيين عاصمة الثورة ودولتها التي تتجه لها أنظار بقية المدن العراقية، ويتطلع الثوار بفخر نحو إصرار أبنائها والتحدي الذي فيهم، مستمدين منهما عزما جديدا في إكمال مشوار ثورتهم. وهذا ما ذكرته ولاء سامرائي في صحيفة العربي الجديد، التي أكدت أن الناصرية تستحق وبجدارة أن تكون عاصمة الثورة في العراق وقائدتها لصمودها الأسطوري أمام القمع الحكومي والميليشياوي. تحتل الناصرية المركز الثاني بعد بغداد في أعداد الشهداء، إذ بلغ عدد ما فقدته المدينة أكثر من 155 شاباً وعدة مئات من الجرحى، والأرقام في تصاعد هذه الأيام، ومعها تتصاعد عزيمة الثوار ورجال عاصمة الثورة الذين يكثفون المواجهة مع الحكومة المحلية ومع حكومة المنطقة الخضراء. عاد ثوار الناصرية مجدداً بعد فترة احترامهم قوانين الحظر الصحي الخاص بكورونا إلى التظاهر بأعداد أكبر من أعداد العام الماضي، إذ يخرج غالبية شباب المدينة منذ عدة أسابيع مصرين على إسقاط الحكومة المحلية بمحافظها ونائبه، متهمين إياهما بالفساد وعدم الكفاءة. وعلى الرغم من قمع القوات الأمنية والميليشيات والتعزيزات التي أرسلت من العاصمة لمواجهة الثوار وقمع حراكهم وسقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، إلا أنهم تمكنوا من إجبار المحافظ ونائبه على الاستقالة.
فجر مشهد الصرامة والإصرار في المواجهة بين الثوار الناصرية ومتظاهريها والحكومة المحلية وحكومة الخضراء تظاهرات واسعة في المدينة، دعت العراقيين في مختلف المحافظات إلى التعبير عن تعاضدهم ومساندتهم ورفعهم ثوار الناصرية ومدينتهم إلى مرتبة عاصمة الثورة. أوصلت الناصرية عبر شبابها الثورة إلى باب النصر وإلى باب الخلاص من عملية تدمير العراق وتخريبه، والتي يريد المحتلون بأشكالهم استمرارها سنوات بل قرنا. أضافت الكاتبة أن الناصرية تقود اليوم ثورة تشرين إلى صفحتها التالية للخلاص والتغيير والتحرر من عملية الاحتلال السياسية البغيضة، وتقود عقول ثوارها جميع العراقيين في المدن كلها للوصول إلى الهدف نفسه. التحاق مدن الجنوب بالناصرية هو التحاق بالعزم والقرار الصائب والصحيح والقيادة التي أنتجتها إرادة شباب المدينة وشاباتها، والتي عجنت منذ بدء الثورة بالشهادة والدم والجراح. خرج اللبنانيون مجددا إلى الشوارع وهتفوا ضد طغمة الفساد وزعماء الأحزاب والطوائف، وقطعوا الطرق وأحرقوا الإطارات احتجاجا على انهيار العملة الوطنية، بما يذكر بانتفاضة 17 من شهر تشرين الأول عام 2019. وهنا صحيفة الخليج الإماراتية ذكرت أن لبنان بات رهينة بيد أهل السلطة وأرباب الطوائف، وهؤلاء يدركون أن كل هذه الانتفاضات والتحركات الشعبية هي مجرد فورة غضب آنية ثم تهمد، ولن تستطيع تحقيق أي من الأهداف التي تطالب بها. هؤلاء يدركون تماماً أنهم أقوى من الجميع، وأن سطوتهم تلجم أي محاولة تغيير جدية، وأن بمقدورهم سحب البساط من تحت أقدام أي تحرك جماهيري. هؤلاء أنفسهم يتصارعون على السلطة، لكن صراعهم محكوم بسقف طائفي لإيهام الناس أنه صراع من أجلهم ومن أجل حماية حقوقهم. لذا لا نستغرب أن يكون لبنان بلا حكومة منذ أشهر، وقد كان من قبل بلا رئيس لعدة أشهر. اللبنانيون إذا جاعوا أو نهبت أموالهم أو سرقت مدخراتهم أو تعرضوا للكوارث باتوا أسرى طغمة من أرباب السياسة، الذين حولوا الطائفية والمذهبية إلى سلاح يحمون به أنفسهم. ولا بأس أن يتركوا الناس الجياع ينزلون إلى الشوارع يهتفون ويشتمون ويحرقون الإطارات للتنفيس عن غضبهم، طالما أن أحداً لن يستمع إلى صراخهم أو يشعر بمأساتهم. مأساة لبنان تكمن هنا في هذا النظام الطائفي البليد الذي يعطي حفنة من السياسيين القدرة على التحكم في مصير الشعب اللبناني، واللعب بمقدرات البلاد والتصرف في حقوق الناس، والعبث بالمال العام وافتعال الأزمات السياسية وممارسة الكيدية وإثارة النعرات الطائفية كلما ارتفع صوت يطالب بالإصلاح أو التغيير. والأنكى والأخطر أن هذه الضغمة مرتهنة للخارج وتنفذ أجندات لا علاقة لها بمصلحة الوطن. وأضافت الصحيفة في افتتاحياتها أن اللبنانيين باتوا أمام حائط مصفح من الطائفية، والتي تشكل صلب نظامه العفن بحسب تعبير الصحيفة، وهو الأمر الذي يحتاج إلى استئصال من الجذور كي يتمكن من عودة الحياة إليه وعودة وهو واحة الشرق. أثبتت دراسة أجراها مركز خاص بتدريب الكلاب في بلجيكا أن الكلاب قادرة على تشخيص الإصابة بفيروس كورونا قبل المسحة المختبرية بأسبوع. هذه التجارب الجديدة بيّنت أن بعض الأشخاص يجري عليهم الفحص بواسطة الكلاب، وبيّنت أن أولئك مصابون بالوباء، ولكن عند إجراء الفحص لهم من خلال مسحة بيسار كانت النتائج سلبية، وهو ما سبب إحباطاً للمدربين قبل أن تظهر أعراض الوباء على الأشخاص أنفسهم بعد أسبوع. وتدعم هذه التجربة نتائج دراسة حديثة أجريت في مطار فنلندي
إذا أوقفت الكلاب الأشخاص الذين يبدو أنهم بصحة جيدة، في حين خضع المسافرون الذين أوقفتهم الكلاب البوليسية لفحوص مسحة لمعرفة ما إذا كانوا يحملون الفيروس التاجي، ولكن النتائج بدت سلبية. ومع ذلك بعد بضعة أيام أخبر الأشخاص أنفسهم الذين افترضوا أنهم لم يصابوا بالوباء بأنهم أصيبوا بالفعل بأعراض كورونا. ونبقى الآن مشاهدينا مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين، في رعاية الله.